أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم 18 من أبريل عام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي، وعنوانها مستجدات كوفيد-19. الحقيقة منذ حوالي 3 شهور كان العالم يجهل كل شيء عن فيروس SARS-CoV-2، وأول حالة تم تسجيلها خارج الصين كانت في تايلاند في 13 يناير لعام 2020 متعلقة بهذا الفيروس. وإعلان الـ World Health Organization عن وجود وباء عالمي حدث في 12 مارس 2020، وفي اليوم التالي وهو يوم شق تاريخ البشرية، وهو يوم الجمعة 13 مارس 2020، بدأ العالم في حقبة مختلفة تماما. فالآن هذا الفيروس المميت قد ملأ المستشفيات وأفرغ الساحات، شل الانتقالات وأوقف المعاملات وبخر الثروات، فرق الأصدقاء، خطف الأحباء، وتخطى تأثيره الصحي بالمرض إلى الضغط النفسي كنتيجة للتباعد، وإلى الضيق المادي بسبب فقدان الوظائف. وفي هذه الحلقة سنتناول بإذن الله 4 أشياء. كعادتنا بنحب نبقى منظمين. نمرة 1، هناخد الإجابات على أسئلة المشاهدين الهامة، ثم تاريخ الأوبئة، لأن من أراد أن يخطط لمستقبله عليه أن يتعلم من ماضيه. ثم نمرة 3، هناخد السيناريوهات المحتملة الثلاثة لنهاية هذه الغمة، واللي وضعها جونز هوبكنز هوسبيتال. الستاف بتاع السنتر عندهم سنتر رهيب في الانفكشن، فحط 3 احتمالات هنحكيها. ثم النقطة الرابعة والأخيرة، هنتكلم عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد للعالم بعد بإذن الله زوال غمة كوفيد-19. فنبتدي الأول بإجابات الأسئلة. سؤال: كنا في الحلقة الماضية قلنا إن احنا هننظر إلى يوم الجمعة، بالأمس هنشوف تصاعد عدد الحالات الوفيات. هل نجحت الإجراءات القاسية التي اتخذتها معظم الدول في إيقاف المعادلة الأسية الرهيبة؟ الإجابة، وده خبر جيد جدا، نعم، نجحت الإجراءات القاسية التي اتخذتها معظم الدول في إيقاف هذه المعادلة. فبينما كان في الأسبوع قبل الماضي عدد الوفيات 50,000 في العالم، في الأسبوع الماضي بالتحديد بالأمس في هذا الأسبوع بلغ عدد الوفيات تقريبا نفس العدد 52,000. ده معناه إيه بقى؟ إن إحنا نجح العالم في تحويل المعادلة الأسية الهندسية إلى معادلة عددية حسابية. يعني أشرحها أسهل، يعني في نفس الأسبوع تقريبا فقدنا نفس العدد 50,000، وعليه بعد 10 أسابيع من الآن بإذن الله، وإذا استمرنا في هذه الإجراءات هنفقد فقط، وأنا عارف ده رقم كبير لكن هذا هو المتاح، 500,000، عوضا عن كام بقى؟ عن 50,000,000. يعني نجح العالم بالإجراءات القاسية، وعشان أعرفكم أهميتها وأهمية نحن نلتزم بها في بلادنا في إنقاص عدد الوفيات عما كان سيحدث بعد 10 أسابيع، 1 على 100، لأن 500,000 إلى 50,000,000 1 على 100. السؤال الثاني: 29% من العالم بيعتقد أن هذا الفيروس سلاح بيولوجي، يعني تم استحداثه كسلاح بيولوجي. الإجابة على هذا السؤال بالقطع لا. واحد يقول لي طب وعرفته إزاي؟ هجاوبها ببساطة شديدة. إحنا عشان نصنع فيروس بيولوجي لازم بنكسره في مواضع معينة في الحمض النووي، ونحط إضافات جديدة عشان يتحول لفيروس مميت. فالعلماء بملاحظاتهم لمواضع اللي كان يجب أن يكون فيها الانشطار للحمض النووي والإضافات ما لقوش الكلام ده، فأقروا وأكدوا أن هذا الفيروس فيروس أنتجته الطبيعة وليس ناتج سلاح بيولوجي،
وبشبهها بطريقة أسهل. حضرتك وحضرتك نقدر نميز شخص طبيعي طبعا من شخص إنسان آلي روبوت. هكذا العلماء يقدروا ما يبصوا الفيروس عن طريق مناطق الانشطار والإضافات، يعرفوا هل ده مصنع ولا ده فيروس طبيعي. فده السؤال الثاني. السؤال الثالث اللي كل الناس بيسألوا عليه اللي هو patient zero، أول حالة خرجت منين؟ هنا في عندنا إجابتين. الصين بتقول إن أول واحد كان راجل عنده ألزهايمر، والراجل ده لحالته الصحية ما سابش البيت خالص وما كانش له علاقة بسوق المأكولات البحرية في أولى ووهان، ما كانش أي علاقة. بإجابة. الإجابة الثانية لما سئل ترامب اللي هو رئيس الولايات المتحدة ورفض الإجابة على هذا السؤال، هل الفيروس ده خرج مش كسلاح بيولوجي، خرج بالخطأ من معمل مشهور للفيروسات في ووهان، فأجاب بالآتي، رفض الإجابة. طب إيه الإجابة اللي بيضعوها الناس؟ إن في متدربة هناك يعني انتير تلقت الفيروس وهي بتشتغل، قابلت البوي فريند صديقها وراحوا بعد كده للسوق بتاع المأكولات البحرية. ربما البيشن زيرو يبقى هو الراجل اللي عنده ألزايمر أو المتدربة دي، يعني إذا حبيتوا تعرفوا الإجابة. السؤال الرابع، خطورة هذا الفيروس مقارنة بفيروس الإنفلونزا الموسمية. طبعا خطير جدا، عشان كده بيقول مميت لسببين أساسيين. هو يتشارك مع 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 فيروس الإنفلونزا في خطورة إن بيبتدي العدوى قبل ما تظهر الأعراض، إنه بيتميز عنه في حاجتين، إن احتمال الإصابة 3 لـ10 مرات، شوف اللي بعدها، احتمال الوفاة في حالة الإصابة 50 لـ100 مرة. السؤال الخامس، هل الصين ملومة؟ الإجابة أعتقد، لأن كان لازم تعلن إن عندها منطقة كارثة عشان خاطر تمنع الدخول والخروج منها، هذا ما لم تفعله الصين. فيقال إنه بسبب إنها لم تعلن عن هذه الكارثة خرج من الصين 7 ملايين من البشر وانتشروا في دول العالم، طبعا منهم عدد كبير من المصابين. كان نصيب الولايات المتحدة من هذا العدد من 430 إلى 450 ألف. عشان كده أكثر الدول تضررا الآن هي الولايات المتحدة، خاصة مدينة نيويورك. الحاجة برضو اللي أنا مش فاهمها في الصين، إزاي توقفت أعداد الإصابات والوفيات وتحكموا فيها هذا التحكم التام؟ أنا بحط حاجتين، يا إما إحنا لا تعلن عننا الأعداد الحقيقية، واحد تاني يقول يمكن عندهم مصل، يمكن عندهم يعني علاج لم يعلنوا عنه. بس ما تقدرش، ما أنت عشان يبقى عندك مصل أو علاج لازم تديه لملايين البشر. أظن السر اللي بيخرج على اتنين ما بقى السر، مش معقولة إن العالم كله مغيب هل هما بيدوا مصل ولا بيدوا علاج. إنما هيبقى السر عجيب، هل هما لا يعلنوا على الأعداد؟ إيه السر ما حدش يعرفه؟ السؤال السادس، هل أعراض الكوفيد 19 تتضمن فقدان حاسة الشم والتذوق؟ الإجابة في بعض المرضى، في بعض المرضى هذا يحدث، إنسان يفقد حاسة الشم والتذوق. طب هل يمكن الواحد يبقى عنده المرض بدون ارتفاع في درجة الحرارة؟ الإجابة أيضا نعم في بعض كبار السن. السؤال السابع والأخير، هل المضاعفات الوحيدة هي الالتهاب الرئوي؟ الإجابة لا، يوجد مضاعفات أخرى، فشل كبدي، فشل كلوي، يعني فشل في أكثر من عضو يتسبب في الوفاة، التهاب في عضلة القلب مما أدى إلى خلل في عضلة القلب، وأحيانا جلطات في الأوعية الدموية، دي كلها مضاعفات خطيرة. طيب ننتقل للنقطة الثانية من نقاط الأربعة، وهي تاريخ الأشهر 10 أوبئة. كنا في الحلقة ما قبل الماضية اتكلمت على الأوبئة في القرن العشرين، لا أنا أتكلم على أشهر 10 أوبئة في التاريخ. وأحب قبل ما ابتديها أقول إن قبل 100 سنة كان أهم ما لا يعلمه كثيرون، قبل 100 سنة كان أهم سبب لحصد الأرواح والوفاة، افتح ودنك، هو العدوى، الانفكشنز. لحد ما جه في سنة فارقة في التاريخ، سنة 1928، واكتشف ألكسندر فليمينج في الفطريات أول مضاد حيوي حقيقي وهو البنسلين، وكان ده في مستشفى سانت ميري في لندن، وحاز جائزة نوبل على هذا الاكتشاف
في عام 1945، وابتدى بقى يتطور المضادات الحيوية، وابتدى الإنسان يسيطر على العدوى تماما. وبسبب ذلك ففي آخر 100 سنة زاد متوسط عمر الإنسان للضعف، وزادت البشرية من 1.6 بليون إلى 7.6 بليون. وطبعا لما تقدم عمر الإنسان، بدل ما السبب الأساسي في الوفاة قبل 100 سنة كان هو العدوى والأوبئة، بقى أهم سبب الوفاة هو أمراض القلب والشرايين، يليها الكانسر. طيب نبتدي بقى بمين أشهر 10 أوبئة. الحقيقة حتى أنا طرحت السؤال ده على الكثير من زملائي الأطباء، وأنا بطرحه عليكم دلوقتي. تفتكر مين أكتر وباء حصد أرواح في التاريخ؟ الإجابة في معظمهم كانت الطاعون. الحقيقة ده السبب رقم 4. السبب الأول في أشهر الأوبئة اللي حصد الأرواح هو الملاريا. فالملاريا قتلت البلايين من البشر، وفي بعض الناس بيقولوا في عمر كوكب الأرض فحصدت ما يعادل نص البشر من أول ما بدأ البشر على كوكب الأرض حتى ومن هذا. ولو جمعت هذه الأرقام بعضهم بيقول قد تصل إلى الملاريا قضت على 50 بليون من البشر. اليوم هي بتصيب 0.5 مليون في السنة، بيموت منهم 2 مليون، معظمهم من أطفال أفريقيا. والمعلومات اللي حبكم تعرفوها على الملاريا إنها ساهمت في سقوط واحد من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ، وهي الإمبراطورية الرومانية، لدرجة سموها الرومان فيفر. وعليه اعتبرت مين أهم كائن حي مرئي بيتسبب في وفاة البشر؟ البعوضة، الناموس. طب يعني لو خدناها فقرة معلومات عامة، ثم تاني كائن حي بيقتل البشر الإنسان نفسه، بيقتل 0.5 مليون في السنة. طب نمرة 3 التعابين، بتموت 50,000. نمرة 4 الكلاب، بتموت 25,000 في السنة. وطبعا الإجابة لا تتضمن أسماك القرش والحيوانات المفترسة. هذه الأربع إجابات: البعوضة، ثم الإنسان، ثم التعابين، ثم الكلاب. طب تاني حاجة بعد الملاريا، تاني وباء اللي هو التيبركلوزيس، سل السل أو الدرن، ده بيحصد بليون. في وقت ما كان ربع العالم بيصابوا بالدرن، لدرجة كانوا بيقولوا إن بيحصل حالة كل ثانية في العالم يجي لها درن. وفي القرن 19 الدرن أو السل قتل ربع البالغين في أوروبا، وفي القرن 20 قتل 100 مليون. إنما الرقم الإجمالي اللي قتلوا السل أو الدرن بليون. فيبقى الملاريا طبعا تتخطى بكثير بلايين، بعضهم بيقول 50 بليون، السل بليون بس. نمرة 3 السمول بوكس اللي هو الجدري، حصد 0.5 بليون، يعني 500 مليون. نمرة 4 بقى اللي الناس فاكره أكتر حاجة، هو ده الطاعون، حصد 0.25 بليون، أي 250 مليون. تصور الطاعون ده ابتدى قبل الميلاد، يعني من سنة 430 لسنة 420 في اليونان. وأول مرة بدأ ضيع ربع القوات وربع الشعب في اليونان، وبسببه فقدت اليونان أهميتها وسيطرتها. والدرجة قالوا إن منع الإنشار الموت السريع من الطاعون، العام ما بيلحقش يعيش عشان ينشر المرض. ثم جينا في المرحلة الثانية في القرن 6 إلى 8، بدأ نوع من الطاعون في سنة 1947 واستمر، آسف، في القرن 6 إلى 8 بدأ في مصر الطاعون، وخرج منها ل40 من مواني العالم وقتل ربع العالم. المرحلة الثالثة الطاعون الأسود اللي قلنا في منتصف القرن 14 ما بين سنة 1347 ل1351، يعني قعد 4 سنوات، قتل من 75 ل200 مليون من البشر، وبيقولوا انه قتل حوالي 30 ل60% من سكان اوروبا. وفي انجلترا ما بين سنة 1361 و1480 كان كل سنتين ل5 سنين يجي لهم وباء طاعون، لدرجة انه بيقولوا انه شال 0.5 سكان انجلترا. طب مين الوباء الخامس؟ الحصبة. الحصبة قتلت 200 مليون من البشر، معظمهم في ريعان الشباب في المراهقين، وحدث ده في 150 سنة.
الوباء السادس اللي هو الأقرب للكورونا فيروس هو بتاع الإنفلونزا، الفلو فيروس. ده أول واحد سجله أبو قراط اللي هو أبو الطب في سنة 412 قبل الميلاد. وأول وباء مسجل في التاريخ كان سنة 1580 بعد الميلاد. وبعد كده تصور إنفلونزا من سنة 1580 كل 10-30 سنة يحصل وباء. أشهرهم الأوبئة الستة اللي هقولها، اللي هو الوباء الروسي الراشن في سنة 1889 وموت مليون. ثم جه أشهر واحد واتكلمنا عليه اللي هو الإنفلونزا الأسبانية اللي في أيام الحرب العالمية الأولى ما بين سنة 1918 ل 1920، خدت 3 سنين من يناير 1918 إلى ديسمبر 1920 وموتت 50 مليون من البشر. وقلت كان العالم أياميها 2 مليار، لدرجة في الإنفلونزا الأسبانية قالوا إن في 25 يوم الإنفلونزا الأسبانية 25 أسبوع قتلت اللي قتلوا الإيدز في 25 سنة، الإيدز اللي هنجيله حالا. ثم ثالث حاجة خدناها الإنفلونزا الأسيوية اللي هي في سنة 1957 اتكلمنا عليها اللي قضت على 3 مليون من البشر. ثم إنفلونزا هونغ كونغ سنة 1968 اللي قضت على مليون. ثم إنفلونزا الخنازير في 2009 اللي موتت من 150 ألف إلى 1.5 مليون. ثم إنفلونزا الطيور اللي هو الحمد لله بسبب امتناع العالم عن التعامل مع الطيور أوقفها، وإلا كانت قضت على خمس العالم إنفلونزا الطيور. الوباء السابع الكوليرا في القرن التاسع عشر ما بين سنة 1817 و1824 بدأ في الهند، الصين، أندونيسيا، وقضى على 40 مليون من البشر. وكان لنا نصيب خدناه إحنا، حصل آخر وباء كوليرا في مصر كان في سنة 1948. الوباء الثامن اللي هو الـ HIV أو الإيدز ما بين سنة 1966 ل1972 بدأ في جنوب وشرق أفريقيا، كان ربع السكان عندهم إيدز، انتقل إلى هايتي ومنها إلى الولايات المتحدة. الوباء التاسع التيفوس اللي هو الطيفس أو الحمى النمشية، ده كان في أثناء الحرب العالمية الثانية، موت 3 مليون في روسيا و 3.5 مليون في معسكرات النازي. الوباء العاشر والأخير اللي هو نحن فيه اللي هو السارز، كان قبل كده قلنا فيه سارز كوف 1، ده حصل ما بين 2002 و2004 وقلنا كانت الضحايا قليله جدا جدا، مات فقط في العالم 774. انما ما نحن فيه الان وهو سارز كوف 2 اللي هو بيدي كوفيد 19، ده لحد دلوقتي حصد 156 الف من الارواح، وربنا يستر ونقدر نوقفه في الوقت المناسب. دي كانت قصة الأوبئة العشر الأشهر في التاريخ، لأنه قلنا من يريد أن يخطط إلى مستقبله لابد أن يتعلم ماضيه، وده اللي عمله الجونز هوبكنز هوسبيتال، أنهم درسوا الأوبئة عشان يتوقعوا زي ما هنقول السيناريوهات القادمة بالنسبة للوباء بتاعنا. تقل النقطة الثالثة وهي السيناريوهات. مين اللي وضعها؟ قلنا مستشفى مشهورة اسمها جونز هوبكنز هوسبيتال. جونز هوبكنز هوسبيتال دي في عندها سنتر بيدرس الانفكشن، الستاف بتوعه حطوا لنا ثلاث سيناريوهات، ودي موجوده في ولايه ماريلاند في اليو اس. قال في ثلاث سيناريوهات، افضل سيناريو هيبقى اقصرهم لو احد العلاجات الموجوده الان في العالم لمرض تاني خالص نجح في علاج الكوفيد 19. وطبعا زي من ضمنه اللي بيقولوا في كلام كتير عليه اللي هو الهيدروكسيكلورو كوين بنين، الهيدروكسيكلوروكوين اللي هو بتاع الملاريا، وقالوا الرايبا فيرين بتاع الفيروسات وأدوية تانية كتيرة. إنما عشان أقول لك في كندا هنا جربوا مش دول بس ومعهم 14 عقار آخر، 16 عقار، والنتائج غير مشجعة عشان ما نتعلقش بأهداب مش موجودة. ده أول سيناريو، لكن يمكن يثبت إن في علاج يعني كويس للمرض ده بس يبقى موجود، ده أقصر حاجة ممكن تحصل وأفضل. تاني احتمال إن يبقى فيه فاكسين. قلنا لو الفاكسين اكتشفوه النهاردة، يعني النهاردة في معمل قال عندي فاكسين، عشان يظهر لازم يظهر في الخريف، وذلك لسببين، لأنه لازم الأول يمر في الكلينيكال ستيج اللي هي تاتا فيزس، نجربه الأول على مجموعات صغيرة من الناس ليكون خطأ،
ثم على المجموعات تماثل المجموعات المستهدفة. يعني لو أنا هدي للعواجيز يبقى ابتدي بالعواجيز، ثم لازم في المرحلة الثالثة أعمله على قطاع كبير من البشر عشان أعرف الكفاءة هل فعلا بيدي مناعة والسيفتي الأمان بتاعه. بعد ده كله لازم نعمل خط إنتاج يطلع هذا المصل الفاكسين، لأن ده مش إحنا مش هنعمل بيبسي كولا، ده مواد حيوية، فخط الإنتاج ده بيتكلف البلايين. ولا تنسى إن إحنا عاوزين نطلع 7.6 بليون عينة مصل أو لقاح عشان نديه البشر كلهم في أكبر عملية هتبقى تطعيم في التاريخ، فده طبعا هياخد وقت. فعش كده بيقولوا لو النهاردة في أحد المعامل واصلين للفاكسين عشان نشوفه في الخريف. طب نيجي تالت سيناريو أسوأهم وأطولهم، اللي هو استنتجوه من الأوبئة الأخرى العشرة اللي قلناهم، حطوهم السيناريوهات بتاعتهم في الكمبيوتر بالمعلومات المفصلة ونقوا منهم أقرب الأوبئة لما نحن نتعرض به، وقالوا إن هو unprecedented يعني إنه غير مسبوق، unprecedented يعني هذا وباء غير مسبوق، فإحنا نتوقع لكن لا نؤكد ده اللي هيحدث. والريسبونس قالوا إن هو هيستوريك يعني تاريخي، فقالوا إنه لو إحنا اتسابنا بقى لا عندنا علاج ولا عندنا فاكسين يبقى إحنا نتساب للمناعة القطيع والانتخاب الطبيعي اللي هو الهيرد إميونيتي والناتشرال سيلكشن، وده عشان ينتهي وناخد المناعة دي محتاجين 3 سنوات. هتحصل 3 دورات، وأكد هذا الكلام جامعة هارفارد في الولايات المتحدة إنه هيكون هناك إغلاق متكرر زي ما بنعمل دلوقتي بنغلق كل حاجة حتى سنة 2022. برضو عشان نفهم أهمية مناعة القطيع دي، لو ما فيش مناعة قطيع تبقى كارثة. عارف في لما الأوروبيون هجروا إلى أمريكا مات 95% من السكان الأوائل من الهنود الحمر في أمريكا، مش بسبب أنهم قتلوهم، بسبب أن دولهم أمراض هم ما عندهمش مناعة ضدهم. الأوروبيين عندهم مناعة إنما دول ما عندهمش. 95% من النيتيفز من اللي هم السكان الأولين ماتوا بسبب إنهم خدوا حاجات ما عندهمش مناعة. في أستراليا مات نص السكان بنفس الحكاية. فمناعة القطيع دي فعلا بتقي الإنسان من الأمراض. ده السيناريو الثالث وأسوأهم، لأنه 3 سنوات وهيحصل 3 دورات وإغلاق متكرر. نتمنى ان نصل قبل ذلك. طب نتنقل بقى للنقطه الرابعه. قلنا ان العالم قبل كوفيد 19 لن يكون هو العالم بعد كوفيد 19. في تاثيرات على المستقبل القريب وفي تاثيرات على المستقبل البعيد. نبتدي بالمستقبل القريب. قالوا ان في الخطه اللي بيعملوها اللي انا ترجمتها الى عربيتنا الاطلاق غير المطلق والعزل النسبي، ان قبل سن 65 اللي هو سن المعاش الناس أكثر إنتاجاً وأقل تضرراً بالمرض، إنما بعد سن 65 ناس أقل إنتاجاً وأكثر تضرراً، فدول نعزلهم، بس اللي تحت 65 عاوزين نرجعهم. طب هناك عدة أسئلة كل الناس بتسأل، إمتى هنرجع نفتح الكلام ده؟ الإجابة لازم حاجتين. واحد، إن نتأكد إن الكيرف حصل له فلاكنينج. واحد يقول يعني إيه الكيرف بقى مسطح؟ هقول لك معناه. يعني في أي دولة أو في أي ولاية قررت تفتح، في آخر 5 لـ7 أيام يبقى حالات الإصابة وعليه الوفيات في تناقص. يعني ما تقدرش تقول إن إحنا سطحنا الكيرف، إن إحنا دلوقتي الخطر قل، إلا لمدة 5 لـ7 أيام في نقص يومي، مش ليوم واحد، في 5 أو 7 أيام. دي نمرة واحد. طب تاني حاجة، لازم عشان نفتح يبقى عندنا حاجة من 3، علاج وقلنا لسه، فاكسين وقلنا لسه، يبقى عندنا طريقة لمسح سريع للناس، ودي عندنا الحمد لله. يعني دي مفيش علاج مفيش فاكسين، عندنا طريقة المسح. ليه؟ تفيدنا في ايه المسح السريع ده؟ ان احنا عاوزين نقرر مين اللي يرجع الشغل. وقلنا لكم قبل كده ان الشخص اللي يرجع هيعملوا له حاجتين، هيعملوا له مسحة من الانف او من الفم، ويشوفوا البي سي ار الفيروس فيها انه ما عندوش فيروس، ولازم مرتين تبقى النتيجه البي سي ار بتاعه نيجاتيف،
يعني غيبة الفيروس في المسحة اللي هي أنفية أو من الفم مرتين، يبقى ده شخص غير معدي. طب ممكن مش معدي بس هياخد العدوى. يبقى ناخد عينة بالدم نقيس فيها الأجسام المضادة الإميونوجلوبولينز ضدها، لازم يبقى عنده كمية كافية عشان يبقى عنده مناعة. يبقى طيب تاني حاجة، ليه بنعمل القياسات دي؟ لازم يبقى عندنا قياسات سريعة لسبب تاني، إنه بعد ما نرجع الناس ممكن في بوكيت في جيب معين يحصل تفشي المرض، فلازم يبقى بسرعة نقدر نفحص الناس دي والكونتاكتس اللي هم حواليهم. احنا لازم عندنا المقدرة نمرة واحد to detect، يعني نعرف المريض، نايزوليت نعز المريض، ووصول سريع نمرة ثلاثة للكونتاكتس للناس المخالطين ليه عشان نمنع انتشاره. طيب نيجي، طب هيرجعوا بأي أعمال؟ دي الإجابة انت عارفها حضرتك، من الأعمال الأهم في الأعمال الأقل أهمية. وعاملين نظام دلوقتي بيفكروا فيه اسمه يعني 3 or 4 by 3، أشرحه لك ببساطة شديدة. دلوقتي احنا مش عاوزين زحام لا في العمل ولا في المواصلات، يبقى الحل ايه؟ نلغي الأجازة الأسبوعية، نشتغل 7 أيام في كل دول العالم، ونقسم ناس يروحوا 3 أيام وناس يروحوا 4. طب ده مش عادل، لا الأسبوع الجاي هنقلبهم، اللي راح 3 يروح 4 واللي راح 4 يروح 3. طب استيل انت قسمت العمال للنص، استيل او الناس اللي هتشتغل موظفين، انها في زحمة، قال لك لازم يبقى 3 ورديات، ناس تبتدي الساعة 7 وتخلص الساعة 4، ناس تبتدي الساعة 9 وتخلص الساعة 6، ناس تبتدي الساعة 11 وتخلص الساعة 8. يبقى انت كده نزلت عدد العاملين اللي هيشتغلوا للسوتس، وبالتالي يبقى لا في زحمة في العمل ولا في زحمة في المواصلات عشان الانتشار. وطبعا هنقول غير انك موقف بعض الاعمال، انت ما بتبدأش بكل الاعمال في آن واحد. وزي ما قلنا قبل كده هقولها في عجالة شديدة، في المصانع والمصالح والمولات لازم نعمل 3 حاجات. ما زال في تباعد، يبقى الناس سواء الجمهور او الموظفين على المسافة الامنة اللي هي مترين. قلنا نقف بره في طوابير بره، ما حدش يقعد جوه، يبقى في عدد محدود من الناس اللي تدخل بنك، تدخل مصلحه، تدخل مول، والطابور لازم يقفوا على بعد مترين، ولما يدخلوا في الطرقات نحدد لهم بتيب كده اصفر يمشوا فين عشان يبقوا في حاله تباعد. وبعدين الموظف اللي يقعد يتعامل مع كل الناس دي لازم يبقى في ساتر من زجاج او من بلاستيك شفاف، يبقى في سواتر، ونقلل التعامل ما امكن. حكايه الورقه اللي يمضي عليها 5 6 موظفين دي، لا هو موظف واحد يمضي، عاوزين اقل عرض، يعني نطور انظمه العمل لاقل العدد من التعاملات البشريه. طيب نيجي بالنسبه للانترنت، لازم نستغل كل الابلكيشنز، ان احنا اقدر اعمل رخصه، اقدر رخصه عربيه، كارنيه نادي، كل الحاجات دي لازم اقدر اعملها عن طريق النت. خلاص ايفن باسبور، ايفن البيع دلوقتي في حاجات كتيره جدا بنشتريها في مواقع رهيبه زي الامازون وزي حاجات تانية نشتري منها. ايفن المحلات المشهورة دلوقتي انت ممكن تشتري بانك على النت. يبقى لازم التطبيقات دي نعمقها جدا، نزودها جدا عشان نقلل التعامل. بالنسبة للتعليم اظن دلوقتي عملوا التعليم عن بعد، دي مهمة جدا. وطبعا انا سامع دلوقتي ان هم بيلغوا الشفوي، او لو في يوم من الايام رجعوا الشفوي ولسه في وباء ممكن برضو يبقى في ساتر ما بين الشخص واللي بيمتحن. وإيفن في امتحانات التحرير عشان نضمن التباعد ممكن نودي الطلبة، مش مهم العدالة المطلقة انه نفس الامتحان امتحانين ونبقى او 3 عشان يبقى عدد الطلبة اللي بيجوا الامتحان يبقى قليل، يعني العقل لو فكر هيجيب حلول، لكن مش هنحط الناس كلهم مع بعض. طبعا بالنسبة للترفيه سينمات مسارح ملاعب اللي هي الباركس دي بقى زي وولت ديزني والحاجات دي، الحاجات دي هنرجئها قليلا لما نشوف هنعمل فيها ايه، مش دي ذات برايورتي. وحتى السينمات دلوقتي في نتفليكس ممكن الناس تقعد تتفرج بالافلام وتدفع فلوس، يعني صناعه السينما مش هتسقط بسبب الحكايه دي. والملاعب، في ملاعب ممكن يعملوا مباريات والناس تتفرج في التلفزيون بدون جمهور وهي قائمه في دول كثيره. ننتقل للمستشفيات. طبعا هم دول الجنود الجيش الابيض، دول اللي في خط المواجهه، دول لازم نديهم حمايه كافيه، نوفر لهم ادوات الحمايه من N95 اسبيريتور اللي هو القناع، وفي نفس الوقت لازم يغطي عينيه بالزجاج، ولازم قمام يعني يلبس جوانتيات، ولازم جاونز ويقلعها، كل ده الدنيا بتعمل، لان احنا مش بس خايفين عليهم وخايفين على المرضى منهم،
لأن ثبت في حالات كثيرة أن انتقال العدوى المريض كانت عن طريق الهيئة التمريض والأطباء، لدرجة النهاردة خدوا قرار أن ما فيش طبيب أو ممرضة أو ممرض يشتغل في أكتر من مكان. ثم نيجي المشكلة الكبيرة، الطيارات اللي هي دلوقتي قاعدة كده قابعة في المطارات، عاوزين نعمل حركة انتقالات. طب مش عاوزين ان نحط مجموعة من الناس في مكان عديم التهوية لفترة طويلة؟ فأقل حاجة يقيسوا الحرارة، ان معظم العدوى بيبقى معاها حرارة، وبيفكروا اكتر لو وصلوا الى مسحة سريعة تدي نتيجة، قال لك دي هيبقى الأضمن. قبل ما تركب الطيارة يقول لك مسحة ويقول لك هل انت عندك العدوى ولا لا، هل وطبعا هتضاف على سعر التذكرة، وده هيغلي كل حاجة. العالم لن يكون قبل كما كان بعد، بس لازم نوصل لحاجة سريعة جدا عشان ما يحصلش تراكمات في المطارات. ده بالنسبة للإطلاق غير المطلق. نيجي العزل النسبي بقى، اللي هم الناس اللي فوق 65 اللي هم الأقل إنتاجا والأكثر تضررا، بنقسمهم إلى مجموعتين. في ناس أكثر احتمالا للإصابة زي الناس اللي في دور المسنين. احنا نص الناس اللي ماتوا عندنا في ولاية في مقاطعة أونتاريو في 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 كندا كانوا في دور المسنين، ناس طاعنين جدا في السن وعندهم كوموربيديتي، عندهم أمراض تانية بتزود احتمال ان هم يتوفاهم الله. فدول لازم عزل مطلق مطلق، وحتى الهيئة الطبية اللي بتجيلهم ما تشتغلش في أكتر مكان، عندهم دول بس عشان ما تنقلش من دار مسنين لدار مسنين. نيجي بقى للمسن الكبير في السن اللي هو صحته معقولة وما عندوش مرض، ده هنعمل له عزل نسبي، يعني نسمح له بيختلط بأسرته بالعيلة لكن عزل محدود مع المجتمع. قلنا بيروح أماكن معينة في أزمنة معينة ودي بدأوها. قلت دلوقتي السوبر ماركات اللي بتبيع ابتدت ليهم وقت مخصص، وبرضه بيقفوا في الطوابير اللي قلناها على بعد مترين كل واحد، وعدد معين يدخل المول أو السوبر ماركت ما يزيدش عنه، وما يصحش انك انت تقرب من واحد. عاملين سبوتس بعض السوبر ماركتس، انت لازم تقف في سبوت معانا ويبقى بينك وبين اللي وراك سبوت تانية فاضية عشان نضمن التباعد. وطبعا في العربيات والمواصلات نعمل لهم أماكن خاصة، يعني عربية خاصة بدل ما بالنساء دلوقتي نخليها بكبار السن، وبرضو يوم معين ليهم للسينما، في النوادي، في حمامات السباحة، في الكلام ده كله. ده المستقبل القريب. نيجي بقى المستقبل البعيد. قلنا العالم عبارة عن قرية صغيرة، وما يحدث في بقعة ما تتأثر به بقية العالم. أنا عاوز أحكي لكم بسرعة في عجالة. العالم فيه ثلاث ثورات مهمة مرت بيها. الثورة الزراعية اللي الإنسان بدل ما كان بيجري وراء الحيوانات يصطادها ويأكل فكر في موضوع الزراعة، فابتدى يستقر عشان يزرع. الزرع ده مش هيجيب الحصاد، هيزرع بس الحصاد بعد مدة، وبدأ نشوء المدن، وده حدث 8000 إلى 5000 سنة قبل الميلاد. دي الثورة الزراعية. ثم جت الثورة الصناعية. يعني ايه الثورة الصناعية؟ يعني بدل ما كل المصنوعات يدوية اتعلم الإنسان استخدام الآلات واخترع الآلات وقوة البخار، وده حدث ما بين سنة 1760 ل 1840 وبدأ في أوروبا اللي هو الثورة الصناعية. ثم أهم ثورة اللي عاوز أتكلم عليها دلوقتي واللي تخصني اللي هي الثورة المعلوماتية اللي بلغت مداها في القرن، بدأت في أواخر القرن 20 وبلغت مداها في أوائل القرن 21 في آخر 20 سنة اللي احنا فيه، اللي هو ثورة المعلومات. المعلومات دلوقتي متاحة في كل حاجة. طيب يبقى دلوقتي ايه الفكرة بتاعتها؟ قال لك احنا عاوزين منظمة عالمية لتكن الأمم المتحدة تراقب العالم كله، لأن أي حتة بتتأثر بالحتة التانية، تراقب كل البشر. باختصار العالم سيتحول إلى عالم رقمي. باختصار حضرتك وحضرتك والعبد الله هيحطوا لنا تشيب على ظهر إيدنا هنا زي اللي محطوطة في التليفون أو مع الاعتذار في بعض الدوائر. التشيب دي بحجم الرزة، ما حدش هيبقى حاسس بيها حاجه، احنا بنقدر نحط فيس ميكر في القلب، يعني ما تخافش ان يبقى حاجه صغيره قوي، بس عليها كميه معلومات رهيبه. ثلاث مجموعات من المعلومات، معلومات صحيه تحكي لنا تماما تاريخك الصحي، حتى لما تروح من دكتور لدكتور وتلمس الجهاز يطلع له كل حالتك من غير ما انت تقعد تفتكر قلت ايه وما قلتش ايه وبتاخد ايه. ثاني نوع من المعلومات معلومات اقتصاديه، اللي هي المعلومات عن انت بتمتلك ايه وعندك ايه وحاجات من هذا القبيل. ثالث مجموعة أخيرة معلومات اجتماعية، يعني توزيع السكان والكثافات السكانية في الدول المختلفة، الولايات المختلفة، المدن المختلفة، أقول لك دي تفيدنا في إيه. نيجي بالنسبة للمعلومات الصحية تفيدنا في إيه؟ إن أول حاجة تقييم الوضع الصحي العالمي،
ان ممكن الشيب دي تقيس درجة حرارة، فانت تعرف في المنطقة دي من العالم حصل زيادة في حرارة ناس كتيرة، يبقى في المنطقة دي في وباء، فنقدر نعرف معدلات وأماكن الإصابة. وفي نفس الوقت هيحصل تقدم صحي ربما جيل أو اتنين ما يشوفوش، اللي هو فك الشفرة، سرعة فك الشفرة الجينية لأي فيروس بسرعة، نقدر نفك الشفرة بتاعته وبالتالي ننتج لقاح بسرعة، ما نستناش أما يحصل آلاف من البشر. نشوف في الحمض النووي ده أنهي جزء هو المعدي وأنهي جزء هو اللي بيعمل يعني يحفز الجسم أنه يعمل أجسام مضادة ومناعة. في معظم الأحوال الجزء المعدي ما هوش هو الجزء اللي بيعمل مناعة، فإحنا لو شلنا الجزء المعدي واديناك الجزء اللي بيعمل مناعة فتعمل مناعة ضد فيروس من غير ما يجيك المرض، وده فكرة إنتاج الأمصال أحد أفكار بتاعتها. بس عشان نصل إلى تكنيك سريع بحيث أي فيروس يحور نفسه ويهاجم البشر نقدر بسرعة نعمل أمصال، هياخد وقت، لكن دي هتبقى من ضمن الإنجازات الصحية في العالم في المستقبل البعيد، دلوقتي بنتكلم عليه مش القريب. تاني حاجة إن الفايدة الاقتصادية، لقوا 2.5 بليون من البشر ما عندهمش حساب بنكي وعليهم ما عندهمش كريدت كارد اللي هي كروت الائتمان دي، ودي مهمة جدا عشان نقلل التعامل النقدي. الفلوس دي بتنقل وممكن بالكارت عادي بالتليفون تدفع وهكذا، ويراقبوا كمان، هتراقب الدخول والضرائب، هنا صعب جدا في بلادنا حد يتهرب من الضرائب، وبالتالي التوزيع العادل للدخل، وطبعا تمنع غسيل الأموال، هتبقى الإنسان مرقب تماما ماديا، مفيش أي عملية هتتم من غير الحاجات دي. وعليه لما يحصل أزمة هنعرف مين الأكثر استحقاقا إن إحنا لازم نساعده في هذه الأزمة، إنه فقد عمله، إن كل المعلومات متاحة بحيث لا يترك شخص أو فرد في الخلف وحيدا مش عارف يعمل حاجة، معلومات متاحة فنقدر نساعدك. ثم نيجي معلومات اجتماعية، نعرف فين البلدان والولايات اللي فيها انفجار سكاني، ويا إما نعمل وسائل لتحديد النسل، ومية مية العالم هيدخل في تحديد النسل، لأن وصلنا 7.6 مليار بعد ما كنا 1.6 مليار سنة. وفي نفس الوقت توزيع جغرافي، نبقى نقول المدينة دي كفاية فيها كده، ننقل لمدينة تانية، نعمل مدينة تانية، دي حاجات مهمة جدا. وتقييد للهجرة ومراقبة للانتقالات، وزي ما قلنا حتى في الطيارات اما يقيسوا حرارتك اما يعملوا لك السواب، ونحط معايير صحية للسكن وللغذاء وللتعليم، كل ده يتعمل. النتيجة السيئة للمستقبل بعيد، لأن الإنسان يبقى رقمي عنده شيب زي التليفون معروف كل معلوماته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. نتيجة سيئة هي تقييد الحريات واختراق الخصوصيات. طب النتيجة الحسنة هو توفير الحد الأدنى لكل فرد على هذا الكوكب من الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية والغذائية، زائد الاكتشاف المبكر للأزمات، لأن زي ما شفنا إن في سوق للمأكولات في الصين أدى إلى وباء عالمي تضررت به معظم دول العالم. دي كانت النقطة الرابعة. وفي النهاية أحب أقول إننا في أزمة عالمية ضد فيروس قاتل يحتاج إلى مؤازرة دولية. وأحب أن أذكر الجميع بأن حضرتك وحضرتك والعبد الله إحنا خط الدفاع الأول في هذه المعركة الشرسة ضد أسلحة الدمار غير المرئية، وأقصد بها الجراثيم. فمن فضلكم أرجو التوقف عن الدعابات والتعليقات والإدعاءات السخيفة، من أنه مثلا يعني المصريين ما لهمش حل ومصر ما لهاش كتالوج وإحنا ما يهمناش حاجة. ما هذا الهراء؟ إيه الكلام ده؟ أنت لما لا تلتزم بالتباعد اللي هو أهم وسيلة في منع انتشار الوباء، وبالعادات الصحية اللي اتكلمنا عليها، وبلبس الكمامات دلوقتي طالما بره البيت، فأنا بقولها أنت تضع رأسك في عرين الأسد، وأقصد الفيروس. ما فيهاش شطارة، السخافات اللي تقعد يقولها الناس ما يهمنيش وأنا ما يهمنيش ويحصل اللي يحصل، أنت لا تؤذي نفسك فقط، أنت بتؤذي الآخرين وتؤذي المجتمع، وقلنا على الباقي تدور الدوائر. وأقول لأبنائي من جنود الجيش الأبيض طبعا اللي هم اللي واقفين في خط المواجهة
غير عابئين بالخطر الرهيب المحدق بهم، أقول لهم إن إحنا هنستمر في الدعاء اليومي إلى الله في أن يحفظكم سالمين ويشفي مرضاكم ويتقبل من يسقط منكم شهيدا. فنحن نثمن تماما مهمتكم الانتحارية ونقدرها، وإيما تقدير، وانسوا أي حاجة وأي حد قدم لكم أي إساءة، ده لا يمثل إلا نفسه، المجموع بيحمل ليكم هذا الشعور وبيدعو ليكم هذا الدعاء. وأسأل الله للجميع دوام الصحة وزوال الغمة، وإلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أشكركم شكرا جزيلا.